السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين بتمام الصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكره المغربيه بالدارجه. باش ما نطولش لاخوتي، نمروا الان الاهم عناوين حلقه اليوم. الاسود يحققون صعودا صاروخي في تصنيف الفيفا. المنتخب الوطني المغربي يخسر 5 لاعبين في كاس الامم الافريقيه للاعبين المحليين رغم تهميشه في ناديه. المنتخب يرفع اسهم سامي ماي في بورصه الانتقالات. حكيمي يبتعد عن التشكيل الاساسي في مباراه انتر المقبله. القارية وانضم اللاعب اسماعيل الحداد نجم الوداد السابق الى قائمة الاسماء الكروية التي لن تتمكن من اللحاق بالبطولة الوطنية بسبب رحيله صوب قطر لبدء مغامرة جديدة بمشوارها وهي الاولى له خارج حدود الدورية المغربية الممتازة. يغيب ايضا عن ترسانة المنتخب المحلية الاساسية كل من بدر بانون المنضم حديثا الى نادي الاهلية المصرية ومحمد النهيري الذي افتتح مشواره بالسعودية مع العين بالاضافة الى كريم البركاوي الوافد الجديد على الصفوف الرائدة السعودية واخيرا حميد احداد الذي عاد الى مصر لمناقشة مصيره مع نادي الزمالك بعد فشل مفاوضات الابقاء عليه في الدورية المغربية الممتازة سواء من طرف الرجاء او شباب المحمدية اللذان ينافسان على شراء عقده بصفة نهائية. ارتفعت أسهم الدولي المغربي سامي ماي مدافع نادي سانت تروند البلجيكي بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة منذ انضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي وتألقه معه تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش. وحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي فقد انتقلت القيمة السوقية للمدافع سامي ماي من 475 ألف يورو قبل انضمامه إلى المنتخب إلى 850 ألف يورو بعد مشاركته مع المنتخب الوطني المغربي. وشارك سامي ماي حتى الآن مع المنتخب الوطني المغربي في 4 مباريات إذ لعب وديتي السنغال والكونغو الديمقراطية كما شارك في مباراتي إفريقيا الوسطى ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.
تبقى احتمالية الاعتماد على النجم المغربي أشرف حكيمي في لقاء تورينو المقبل كأساسي ضعيفة مقارنة بزميله في الفريق ماتيو دارميان. وذكرت صحيفة توتو سبور الإيطالية أن حكيمي عاد للفريق وخضع لفحوص كورونا الذي يظهر قريبا قبل التحاقه بالتدريب الجماعية. وتابع أن المدرب أنطونيو كونتي يميل إلى الاعتماد على ماتيو دارميان كأساسي مقابل جلوس النجم المغربي في دكة البدلاء بسبب تراجع مستواه حسب الصحيفة. وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن السبب الثاني هو عدم مغادرة دارميان الفريق وتدربه مع باقي اللاعبين الذين لا يمتلكون أي التزامات دولية. وشدد توتو ميركاتو أيضا أن كونتي على غرار باقي مسؤولو إنتر ينتظر الظهور الحقيقي لحكيمي كون اللاعب لم يصل بعد لقمة عطائه مع الفريق رغم توهجه في البداية. يذكر أن حكيمي كان حاضرا أساسيا في المبارتين الأخيرتين للمنتخب أمام إفريقيا الوسطى مكللا مشاركته بهدف رائع. التحق النجم المغربي المايسترو حكيم زياش أمس الخميس بتدريب فريقه تشيلسي استعدادا للمباراة القادمة أمام نيوكاسل السبت القادم برسم الجولة 9 من الدورية الإنجليزية الممتازة. وشارك تشيلسي متابعيه خبر التحاق زياش بتدريب الفريق إذ وضع صورة للاعب مرفوقة به ها قد عاد الساحر إلى كونهاما. وتفاعل المتابعون على الفيسبوك مع تدوين تشيلسي الذي اعتاد التعليق باللغة العربية منذ ضمه لصاحب 27 سنة مبدئين المتابعين إعجابهم بما يقدمه اللاعب من مستويات ومتمنيين استمراره على ذات المنوال. وعاد زياش إلى لندن بعد قيادته المنتخب الوطني المغربي للفوز على إفريقيا الوسطى في المباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022. أجرت أحد المواقع حوارا مصورا مع جوليان لوبوتيغي مدرب إشبيلي الحالية وريال مدريد والمنتخب الإسباني سابقا حيث طرحت عليه عدة أسئلة سنقتطف منها ما يخصنا وهو السؤال حول منير حداد لاعب المنتخب الوطني المغربي مع وقفة تنفيذ حيث سأل الموقع ما رأيك في النزاع الذي يعيشه منير حداد والمنتخب الوطني المغربي مع الفيفا حيث قال ما أعرفه هو أنه في الوقت الحالي لا يستطيع اللعب مع المغرب على ما يبدو ولا يمكنني إخباركم بأكثر من ذلك لأنني لا أملك المزيد من المعلومات والمعطيات هي قضية يريد حلها هنا في أقرب وقت ممكن إن كان يريد أن يلعب مع المنتخب الوطني المغربي فأتمنى صادقا أن يكون ذلك ممكنا له. هناك قواعد ولا أعرف ما إذا كان من الطبيعي السماح له بتغيير المنتخب أمل ذلك من أجل مصلحة اللاعب ومصلحة المنتخب المغربي. كشف الدولي المغربي زكريا أبو خلال مهاجم أزيد ألكمار الهولندي أنه تلقى تهديدات بعد اختياره للمنتخب الوطني المغربي. وأوضح أبو خلال في تصريح نقلته شبكة فوكس سبورت الهولندية أنه تلقى تهديدات بالقتل من طرف الجماهير بعدما اختار حمل قميص المنتخب المغربي في مسيرته الدولية. وأضاف لقد ساءت الأمور بشكل كبير بعدما تلقيت تهديدات كثيرة وقررت في لحظة إغلاق حسابي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وكان زكريا أبو خلال قد بصم على بداية موفقة مع المنتخب الوطني المغربي بعدما شارك بديلا أمام إفريقيا الوسطى في المباراة الأولى وسجل خلالها هدفه الأول بقميص الأسود كما شارك في المباراة الثانية كبديل وقدم خلالها مردودا جيدا. ترغب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في استقطاب نجم فريق ايندهوفن والكرة الهولندية محمد أمين إحطارين لحمل قميص الأسود. وحسب ما أكدته الصحافة الهولندية فإن رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي القجع يفاوض الموهبة المغربية محمد إحطارين من أجل جلبه للعب في صفوف المنتخب الوطني في قادم المواعيد المقبلة. وأوضحت ذات المصادر الهولندية أن الجامعة وعن طريق مسؤولها الحسين خرجة دخلت في اتصالات مع اللاعب إحطارين ومحيطه الأسري من أجل العدول عن فكرة اللعب لمنتخب هولندا.
وأبرز ذات الصحف الهولندية أن اللاعب المغربي يعيش وضعا صعبا من المنتخب الهولندي، حيث لم يتم استدعائه من طرف مدرب منتخب الملقب بالطواحين فرانك ديبور لمنافسات دوري الأمم الأوروبية، وأزمته التي يمر بها مع ناديها. وكان إحترين قد اختار اللعب لمنتخب هولندا في وقت سابق بعد ضغط كبير من مسؤولو نادي إيندهوفن ومحيط الجامعة الهولندية. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. تمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله. إلى حلقة مساء إن شاء الله.